ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة تقريرا للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، وذلك عن دراسة مقدمة بشأن مشكلة الزيادة السكانية. وخلال الجلسة تم استعراض عدد من المقترحات والحلول حول تقرير اللجنة بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي. جلسة جديدة يواصل خلالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة التقارير الصادرة عن اللجان النوعية والاستماع إلى حلول ومقترحات أعضاء المجلس. الجلسة شهدت مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن دراسة مقدمة بشأن مشكلة الزيادة السكانية بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي. احتل الشأن السكاني الصفحات الأولى في أجندة القيادة السياسية، فوضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية 2015-2030 بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية واستعادة ريادة مصر الإقليمية، وذلك باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر. المشروع القومي لتنمية الأسرة له دعم سياسي غير مسبوق، فهو منظور تنموي شامل زي ما ذكرت، برنامج للحوافز الإيجابية عند إنجاب طفلين على الأكثر، في زيارات دورية لعيادات تنمية الأسرة، الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض الغير سارية، وأيضا يمكن أن تصل المزايا التأمينية إلى 60,000 جنيه طبقا للسن عند الانضمام. وخلال الجلسة تم استعراض عدد من المقترحات والحلول حول تقرير اللجنة محل النقاش. الزيادة السكانية العشوائية وما تمثله من خطر جسيم يهدد مقدرات الوطن، والتي طالما نادى ووجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه القضية قضية بالغة الأهمية ويجب تضافر كافة الجهود لمواجهتها. تعد المشكلة السكانية من أهم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية، فهي قضية أمن قومي يلتهم كل معدلات التنمية، لأنها العدو الأول لمعدلات النمو الاقتصادي، والتي تؤثر على انخفاض نصيب الفرد من الخدمات العامة والموارد الغذائية والطبيعية. وبعد استعراض الآراء والمقترحات حول التقرير رفعت الجلسة على أن تستكمل المناقشات في الجلسة القادمة.